مشاهدينا سنذهب للتحليل، وينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب ساركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك يا ساركيس. يعني بعض التذبذبات، الدولار كان مدعوما بشكل أو بآخر، الأنظار للمستثمرين كانت يعني تترقب تصريحات الفيدرالي الأمريكي. كيف ترى دخول فبراير بالنسبة للدولار، خاصة مع التوترات الموجودة عالميا عندما نتحدث جيوسياسيا أو حتى النمو العالمي صناعيا وحتى أوروبا والكثير من المشكلات؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا تذبذبات ملموسة في تحركات الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، والمتداولون فعليا يترقبون أول رفع بالفائدة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمتوقع أن يحصل شهر آذار المقبل. في نفس الوقت الفيدرالي الأمريكي حاليا يقوم بخفض تحفيزاته الاقتصادية في ظل الارتفاع الهائل إن صح التعبير في معدلات التضخم التي وصل بحسب مؤشر أسعار المستهلكين نحو 7%. لكن لو عدنا للنظر إلى أداء الدولار على مدى الأسبوع الماضي كاملا، سوف نلاحظ بعض الانخفاض، وذلك لأن بنوكا مركزية أخرى غير الفيدرال الأمريكي توجهت نحو تجديد السياسة النقدية، منها بنك إنجلترا المركزي الذي رفع الفائدة بالفعل من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وبدأ بالإشارة لتقليص تحفيزاته الاقتصادية. البنك المركزي الأوروبي رغم أنه من غير المتوقع أن يرفع الفائدة قبل اقترابنا على الأقل من نهاية هذه السنة، لكن في نفس الوقت أشارت كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن البنك المركزي بدأ فعليا ويتوجه لتخفيض برامج شراء الأصول. كل ذلك دفع الأسواق المالية لإعادة تسعير الدولار في ظل هذه المتغيرات الجديدة، رغم ارتفاع اليورو مقابل الدولار وانخفاض الجنيه مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي، لكن على مدى الأسبوع انخفض الدولار أمام كل من اليورو والجنيه الاسترليني، بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني في ظل توقعات بقاء بنك اليابان في سياساته التحفيزية. وبالتالي من المحتمل أن نشهد هذا الشهر القليل من انخفاض للدولار مقابل سلة العملات، لكن بشكل عام يبدو بأن الدولار الأمريكي محتفظ في قوته بفضل توقعات رفع الفائدة ربما أكثر من مرة هذه السنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يعني ساركيس، هناك الكثير من المؤشرات أيضا التي كانت على عكس التوقعات جاءت إيجابية، عندما نتحدث عن الولايات المتحدة، بيان الوظائف، أيضا عندما نتحدث عن البي ام اي لكثير من البلدان، يعني تباينت بشكل أو بآخر. كيف ترى المؤشرات وكيف تنعكس على الدولار؟ من جهة أخرى يعني العلاقة العكسية شلت إلى حد ما مع بعض السلع، عندما نتحدث عن الذهب أيضا هناك يعني نوع من الدفاع للارتفاعات، النفط أيضا يرتفع. هذه العلاقة العكسية أصبحت إلى حد ما غير موجودة في هذه المرحلة، ما رأيك؟ بالفعل يجب الآن أن نبدأ الأخذ بعين الاعتبار حقيقة البيانات الاقتصادية. بيانات الوظائف الأمريكية أظهرت توظيف 467 ألف موظف جديد الشهر الماضي، لكن في نفس الوقت هذه الوظائف ارتكزت على قطاعات حكومية. لو عدنا أيضا إلى بيانات الأسبوع الماضي سوف نلاحظ الكثير من تسريحات العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية تسبب برفع البطالة إلى 4% مرة أخرى عكس التوقعات. حتى مؤشر البي ام اي أو مؤشر مديري المشتريات والصادر من معهد التزويد الصناعي، رغم أنه جاء بأفضل من التوقعات، لكنه أيضا أظهر انخفاض من 62 نقطة إلى 59 نقطة. هذه العلاقة تظهر لنا بأن الاقتصاد الأمريكي مستمر فعليا بالتعافي الاقتصادي، لكن هذا التعافي الاقتصادي بدأ يتباطأ. ومن هنا لاحظنا بأن الدولار الأمريكي شهد بعض الضعف ساهم في دفع أسعار الذهب للارتفاع، لكن إذا تحدثنا عن الذهب، توقعات تجديد السياسة النقدية في البنوك المركزية ما زالت أمر يحد من المكاسب التي يشهدها الذهب خصوصا، ونحن نلاحظ أيضا هنالك توترات جيوسياسية في شرق أوروبا، وبالتالي أسعار الذهب نستطيع أن نراها بأنها ذات نطاقات نوعا ما محدودة،
بين المحفزات الاتجاه الصاعد، لكن أيضا توقعات البنوك المركزية في أن ترفع الفوائد لتقلص هذا الارتفاع بالأسهم. نعم، عندما نتحدث أيضا عن قارة آسيا، عندما نتحدث عن أيضا الصين، اليابان، الكثير من البلدان أيضا التي تحاول يعني أن تسجل بيانات إيجابية أيضا وتتفاعل مع الأسواق بشكل إيجابي، كيف ترى العملات الآسيوية بشكل عام مقابل الدولار أو حتى حركتها داخليا في تلك المنطقة أو حتى تعاملاتها مع اليورو؟ نعم، الآن عندما ننظر إلى العملات الآسيوية وتحديدا أكثر العملات تداولا في آسيا، الين الياباني واليوان الصيني، هنالك اختلاف في تعامل المتداولين والطلب والعرض مع الين الياباني واليوان الصيني. فنلاحظ بأن بنك الشعب الصيني أو المركزي الصيني يقوم بمزيد من التحفيز، وهذا التحفيز يصب في صالح اليوان الصيني الذي نشهده يرتفع بشكل تدريجي على المدى المتوسط أمام الدولار الأمريكي، لأن الصين حاليا تستقبل عمليات جني أرباح في أسواق العائد المرتفع بفعل أزمة يخشاها المتابعون للاقتصاد وهي قطاع العقار الصيني. أما في اليابان، الين الياباني بحد ذاته يتداول عند 115 ين للدولار الأمريكي الواحد، ونلاحظ بأن الين الياباني يميل أكثر للانخفاض، هذا بفعل توقعات بنك اليابان المركزي. تعاني اليابان من حالة اقتصادية نلاحظ فيها انخفاض النمو الاقتصادي وأيضا معدلات تضخم منخفضة، مما قد يبقي على السياسة التحفيزية في بنك اليابان، مما قد يبقي على ضعف الين الياباني، خصوصا ونحن نلاحظ بأن أسواق الأسهم ما زال فيها بعض الثقة، والثقة في أسواق الأسهم تضر بالين الياباني، لأن المتداولون يبيعون الين الياباني في سبيل التوجه لشراء أصول ذات عائد أكثر ارتفاعا، والتي منها أيضا أسواق الأسهم الآسيوية بل أسواق الأسهم العالمية بشكل عام. تركيز نزار، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.